ايوه الأستاذ هشام فاروق الوشي. ايوه تسمح لي أخذ من وقتك 10 دقايق، موضوع خاص جدا. مين حضرتك؟ أنا عباس الدميري، ممكن؟ اتفضل. خير خير إن شاء الله. أنا واثق إنك إنسان متحضر وراقي وهتقدر تتفهم الموضوع اللي جاي أكلمك فيه. يا ريت تدخل في الموضوع بسرعة ومن غير مقدمات. الموضوع باختصار يا أستاذ هشام إن أنا ارتبطت بواحدة، حبينا بعض حب حقيقي، حسينا إن إحنا لا يمكن هنقدر نستغنى عن بعض. المشكلة في أهلها، أهلها ناس أكابر من علية القوم، وكان لا يمكن هيوافقوا على جوازنا ده، فاضطرينا اننا نتجوز في السر بدون علم اهلها. معلش يا استاذ هشام انا مش هاخد من وقتك كتير. المهم اتجوزنا بورقة جواز عرفي. طبعا انا ما كنتش موافق ابدا على حكاية الجواز العرفي دي، بس هي اللي اصرت لان هي اضرب اهلها وعارفة ان هما لا يمكن هيوافقوا، ما كانش قدامها حل تاني. حضرتك عاوز مني ايه دلوقتي؟ عايزك تعترف بجوازنا ده. نعم، وانا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ علاقتك بيه ان الانسان اللي بتكلم عنها دي هي اقرب واحده ليك. اقرب واحده ليا؟ انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ بتكلم عن انسة داليا اختك. داليا؟ انت بتقول ايه؟ داليا اختي انا؟ متجوزك انت؟ انا هوديك في 60 داهيه. اهدى بس اهدى. داليا تتجوزك انت؟ بتحبني؟ هتعمل ايه؟ داليا بتحبك انت؟ الحب اعمى عشان ايه؟ لا لا، انت مش طبيعي. انا هطلب لك البوليس، انا هسجنك. استنى بس، استنى استنى هشام بيه، كل حاجه لها حل. قول لي انت كان ممكن نعمل ايه؟ كان المفروض تخش البيوت من ابوابها يا استاذ، كان المفروض تروح تقابل بابا، تقابلنا انا على الاقل، مش تاخد الامور كلها في ايدك وتتصرف زي ما انت عاوز. انت كده بتحطنا قدام الامر الواقع. ساعات الامر الواقع هو اللي بيحطنا قدامه يا شاب. انت بتعمل ايه؟ بطلب داليا. داليا ايه علاقتها بالموضوع؟ الموضوع معاك انت دلوقتي. داليا خلاص بقت مرات شرعا. شرعا؟ تتجوزها بحته ورقه في السر وتقول لي شرعي؟ هو الجواز العرفي مش شرعي ولا ايه؟ شرعي ولا مش شرعي؟ وبعدين تعالى هنا، انت اسمك ايه؟ انا قلت لك عباس الدميري. وبتشتغل ايه بقى يا سي عباس؟ هو تحيه ولا ايه؟ ايوه تحيه. رد عليا، بتشتغل ايه؟ مدرس تاريخ. مدرس ورايح تضحك على اهل بنت قد بنتك؟ ده انت صحيح انسان نادل وجبان. ما تظلمنيش يا هشام بيه، انا ما كنتش موافق على حكايه الجواز العرفي دي. داليا أختك هي اللي أصرت. داليا لا يمكن تعمل كده. أنا مش قادر أصدق. داليا؟ ده بابا لو عرف، بس ده لازم يعرف، لازم يشوف حل في المصيبة دي. والحقيقة كان ممكن أروح لسيادة المستشار، بس أنا قلت أجيلك أنت الأول ونشوف حل. إذا كان الموضوع هيضايقكوا قوي كده أنا ممكن أسيبها. تسيبها؟ تسيبها بعد إيه؟ بعد المصيبة اللي أنت عملتها دي؟ أنت بقول أنت عايز إيه؟ يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب. وقلت لك أنا ممكن أتجوزها رسمي على يد مزبوط. تتجوزها؟ أنت تتجوز أختي؟ استنى بس عشان يعني الأحسن إنك في لحظة انفعال كده تفضح أختك ولا إنك تهدى كده؟ تعال نفكر في حل عائل. حل عائل؟ أنا مش شايف لها أي حل. لا، أنا شايف الحل الوحيد هو قسمة الجواز، هو ده اللي يبعد شبح الفضيحة عن أختك ويخليها تفضل طول عمرها ماشية راسها مرفوعة. أنا شايف كده، أنت شايف إيه؟ القرار ده مش قراري أنا لوحدي،
بابا لازم ياخد خبر بالمصيبة دي ولازم ناخد موافقته. عندي كمان دلوقتي موافقتك انت مبدئيا يا شبيه. موافق؟ مفيش قدامي حل غير كده. انا دلوقتي تأكدت انك انسان محترم وداليا عارفة انك جايلي. تعرف منين؟ الله، امال انت عرفت عنواني ازاي؟ عرفت من لبنى. لبنى؟ انت كمان تعرف لبنى؟ يا ابني انا ما اعرفش غير لبنى. استنى استنى استنى، تقصد ايه بقى انك ما تعرفش غير لبنى؟ اقصد ان انا ما اعرفش اختك داليا دي، لا عمري شفتها وما اعرفش اي حاجه عنها غير اسمها. امال كل اللي قلته ده كان ايه؟ تأليف، اي كلام. انا ابو لبنى يا هشام يا ابني، واظن اللي ما ترضاهوش لاختك داليا لا يمكن ترضاه للبنى. يعني يعني انت جاي عشان لبنى؟ بالظبط كده يا هشام. انت رعبتني. شفت ارتحت ازاي لما عرفت ان اختك مش متجوزة عرفي؟ انا عايزك ترتاح اكتر يا هشام، وتريحني وتريح لبنى لما تتجوزها رسمي. لبنى بتحبك يا هشام، كلمتني عنك كتير، وانا متأكد انك لا يمكن هتخذلها. انا مستعد اعمل كل اللي تقول عليه. لو تحب اجي معاك دلوقتي حالا واكتب عليها واتجوزها. تبقى عملت فيا جميل عمر ما هنساهولك. لبنى حكيت لي عنك كتير، بتحبك قوي، بس انا ما كنتش متخيل انك. الو. ايوه يا داليا. ايوه يا حبيبتي، كنت بطلبك. لا ابدا، اصلك وحشتيني يا دودو. انت عامله ايه؟ كويسه؟ على فكره في خبر هتفرحي بيه قوي قوي قوي، انا هتجوز. ايوه، بنت زي القمر واهلها ناس غايبين قوي. طيب باي باي دلوقتي عشان قاعد مع والدها. باي باي. يا ده انت وقعت قلبي في رجليا. اصل داليا دي ملاك، طفله ملهاش اي تجربه ولا خبره في الحياه، وانت جاي تقول لي متجوزها عرفي. انا كنت هموت، بس انت صح، انت صح. ساعات انانيه الواحد ما بتخليهوش يشوف غير نفسه بس. الله، مش حضرتك اسمك لطفي الجنايني؟ ايوه بالظبط كده. امال عباس الدميري ده في الاوانطة برضه زي حكاية داليا؟ ايوه عباس الدميري في الاوانطة، مجرد اسم مش اكتر. طيب عن اذنك يا عمي هروح اغير هدومي واجي معاك، نروح ناخد لبنى ونكتب الكتاب حالا. لا 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 لا، مش عايزين نكلفة الموضوع ده يا هشام. امها لازم تفرح بيها، واخوها لازم يمشي في الحارة مرفوع الراس، والحارة كلها لازم تبارك لها. يعني لبنى مش هتتجوز في السر تاني. عندك حق يا عمي، وبابا كمان لازم ياخد خبر بالجوازة دي، ولازم يحضر معايا الفرح. طب افرض لا قدر الله ما وافقش؟ انا عملت اللي عليا وقلت له، وهاجي لك لوحدي وبطولي. هتقبلني يا عمي؟ انت عارف حضني يا هشام يا ابني. ما قلتليش يا عمي. عايز مهر كام للبنى؟ والله لو معاك الربع جنيه يبقى خير وبركه، ما معاكش نقسط لك. ده انتوا داخلين على طمع بقى. بس على فكره هدفع في المؤخر 100,000 جنيه. لا يا هشام، الجواز يا ابني ما هو الصفقه. لبنى بتحبك، عارف يعني ايه بتحبك؟ كنوز الدنيا مش هتعوضها عنك.
لو حصل بينكم حاجة لا قدر الله مش المؤخر هو اللي هيرجعك. لا انت مش مدرس تاريخ، انت مدرس فلسفة. الله، انما لبنى كانت قايله لي انك بتشتغل في السيرك مروض اسود. ايه حكاية مدرس التاريخ دي بقى؟ في الاوانطة، كله في الاوانطة. طيب عن اذنك يا عمي هروح اغير هدومي ونروح للبنى نفرح. اتفضل. استاذ عباس. بابا، انا بابا. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش قايل لك ما تجيش هنا ابدا؟ اعمل ايه؟ كان لازم اجي اشوف هشام، لازم نشوف لحل في المصيبه اللي اسمها سمير دي. دي لمة هشام ظهر قلبها حاسة جت جري. لمة وحشتني. يا ابني انت رايح فين؟ ايه مش خلاص يا عم هنكتب الكتاب؟ لما تبقى تكتب الكتاب. كتاب ايه؟ انا مش فاهمة حاجة، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ابوك ده زي العسل يا لمة، ولعلمك بقى احنا بقينا اصحاب، يعني لو عكننت عليا ولا شغلت اسطوانة النكد على ابوك على طول وهو هيجيب لي حقي. انتوا بتتكلموا بجد؟ بجد يا بابا؟ ربنا يخليك ليا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. شوفوا بقى، امك واخوك وابوك واختك على راسي من فوق، بس هو ده اللي هيحصل. الكتاب هيتكتب في بيت العروسه، واهل الحاره كلهم لازم يشهدوا على الجوازه دي. انت كنت فين من زمان؟ ده عمل فيا عمايل قبل ما تيجي يا لبنى. ولا الكاميرا الخفيه. حبيبي يا بابا انا بحبك قوي. احنا هنقعد نحب في بعض كده وما نتكلمش بالمزيد ولا ايه؟ يا ابني هنكتب الكتاب امتى؟ يوم الخميس. يوم الخميس ده بعد بكره، اديها فرصه تجهز نفسها. لا 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 انا جاهزه. يا سلام مستعجله قوي كده. مش قصدي يعني من بعد اذن حضرتك. خلاص عمتي انا اذنت، وبالمناسبه السعيده دي هتعزموني على العشاء عشان انا مخلص.